السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم مقر سوق أبو ظبي العالمي في جزيرة المارية في العاصمة أبو ظبي. تعرف خلالها على أبرز إنجازات ونجاحات السوق وخططه المستقبلية على المدى الطويل، بما يجسد مكانته كمركز مالي دولي. وأكد سموه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسخت مكانتها الاقتصادية عالميا بفضل السياسات المرنة والتخطيط الاستراتيجي الفاعل والرؤية الواضحة لمسار قطاعات الاقتصاد المختلفة في الدولة والتي تخدم التوجهات التنموية المستقبلية. وأضاف سموه أن سوق أبو ظبي العالمي مع بقية الأسواق المالية في الدولة تلعب دورا محوريا في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي بالتنسيق والتعاون مع الاقتصادات العالمية الأخرى. رافق سموه خلال الزيارة عدد من سمو الشيوخ وكبار المسؤولين. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باقتناء كتب بقيمة 2,500,000 درهم من دور النشر المشاركة في الدورة 9 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل بغرض تعزيز المحتوى المعرفي لمكتبات إمارة الشارقة بشكل عام ورفض مكتبة الطفل بالإمارة بأحدث الإصدارات بشكل خاص، تماشيا مع رؤية الشارقة الثقافية والتنموية. وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في هذا الصدد، قال إن هذا الدعم لمهرجان الشارقة القرائي للطفل والناشرين المشاركين به ليس بالأمر المستغرب من صاحب السمو حاكم الشارقة، فقد عودنا سموه على هذه التوجيهات سنويا، حيث يجد سموه في المهرجان فرصة لتفعيل الحراك الثقافي وتعزيز صناعة المعرفة العربية. دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم النصب التذكاري للشارقة عاصمة العرب الثقافية عام 1998 في موقعه الجديد الواقع بالقرب من المدينة الجامعية ضمن محيط حديقة العالم الإسلامي والمطلة على طريق الشارقة الذيد إلى الجهة الشرقية من النصب التذكاري للشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 2014. اطلع سموه من المسؤولين المنفذين للمشروع خلال التدشين على أبرز ما يتميز به من تجهيزات خدمية وبصرية وسمعية وإرشادية، ويمتاز الموقع الجديد للنصب بقربه من مواقع وشوارع حيوية في إمارة الشارقة. إضافة إلى ذلك، فإن الموقع سيشهد إقامة عدد من المرافق التعليمية والخدمية والترفيهية للعائلات والأطفال. استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في الديوان اليوم بحضور سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان المشاركين في الدورة 8 لمؤتمر عجمان للتخطيط العمراني، والذي تنظمه دائرة البلدية والتخطيط تحت شعار نحو مدن سعيدة لشعوب متسامحة، بمشاركة 35 متحدثا من عمداء المدن وصناع القرار وكبار المختصين العالميين في موضوع التسامح والسعادة، وعدد كبير من خبراء العمارة وتخطيط المدن وأصحاب النظريات والأكاديميين من كافة أنحاء العالم. اطلع سموه من المشاركين في المؤتمر على برنامج وفعاليات وأهداف ومحاور المؤتمر التي سيتم التطرق إليها ومناقشتها واستعراضها على مدى 3 أيام. أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القانون رقم 3 لسنة 2017 والقاضي بإنشاء مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية ومقره الفجيرة ليكون المصدر الرسمي الوحيد في إمارة الفجيرة للمعلومات الجغرافية والمساحية، على يدمج في المركز إدارات وأقسام نظم المعلومات الجغرافية في الإمارة، وخاصة في بلدية الفجيرة وبلدية دبا ودائرة الأشغال والزراعة ومركز الفجيرة للإحصاء.
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بالديوان الأميري اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. تبادل صاحب السمو حاكم أم القيوين وصاحب السمو حاكم رأس الخيمة الأحاديث الودية بشأن خدمة الوطن والمواطنين، كما وحضر اللقاء عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين في كلا الإمارتين. شهد سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم شرقة صباح اليوم على مسرح الجامعة القاسمية حفل تكريم الفائزين بجائزة شرقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتها العشرين، والذي يقام بتنظيم من مؤسسة القرآن الكريم والسنة. استهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة رئيس مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة سعد السلطان مطر بن دلموت، والتي رحب فيها بالحضور. بعدها قدم سموها الدروع وشهادات التقدير للفائزين، فيما تلقى إهداء تذكاريا من مؤسسة القرآن الكريم والسنة تقديرا لتكريم سموه الفائزين في هذه الدورة. افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي اليوم افتتح المؤتمر السنوي الرابع للجمعية بعنوان استشراف المستقبل وتحقيق الرفاهية نحو عام 2050، وذلك بحضور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعدد من أعضاء المجلس. كما قام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتكريم الدكتورة أمل القبيسي والمتحدثين في المؤتمر ورعاة المؤتمر وفريق عمل جامعة زايد وكل من ساهم في إنجاح فعاليات المؤتمر. الوطن الاتحادي من خلال استراتيجيته أيضا ومن خلال عمله يعمل يد بيد مع جميع الجهات من حكومة وجماعة القطاع الخاص لاستشراف المستقبل لتحقيق تطلعات شعب الإمارات، وكذلك لتحقيق أيضا توجهات قيادتنا الرشيدة. واليوم نحن نشكر سمو الشيخ سيف بن زايد على رؤيته وعلى تبنيه لهذا العمل التخطيط الاستراتيجي، وكذلك إلى سعادة اللواء عبد القدوس العبيدلي وجميع الفريق الموجود في الجمعية على التنظيم وعلى المتابعة والتنسيق العالي بينهم وبين المجلس الوطني الاتحادي. بحضور سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية راعي الحفل في المؤتمر الرابع لجمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي، تشرفت اليوم بتقديم ورقة عن استشراف المستقبل في العمل البرلماني. المؤتمر تناول محاور مهمة منها استشراف المستقبل في الاقتصاد والصحة والطاقة النظيفة. مشاركة المجلس الوطني الاتحادي اليوم أيضا مهمة لمواكبة هذه التغييرات، وهذا يتطلب دور فاعل للمجلس الوطني والأمانة العامة وأيضا نحن كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي. المجلس لديه استراتيجية واضحة ولديه خطة رقابية وهي الأولى من نوعها. استضفنا مؤخرا قمة رئيسات البرلمانات، لدينا نشاط مكثف وواسع على صعيد الدبلوماسية البرلمانية الخارجية، فنحن أيضا كمؤسسة نتكامل مع مؤسسات الدولة في استشراف المستقبل الواعد بإذن الله بدولة الإمارات، ونحن على يقين أننا سنحتفل جميعا بيوبيلنا الذهبي ونحن من أسعد وأفضل دول العالم بإذن الله. الاستشراف وما نصب إليه في مئوية دولة الإمارات العربية المتحدة احنا حريصين عليه، كما نشير إلى أن سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حريص أن ننشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في دولة الإمارات ونمكن المختصين بالذات سواء كانوا موظفين أو أسر أو حتى مسؤولين في الوزارات أو في المؤسسات المحلية أنهم يكونون متمكنين في موضوع التخطيط الاستراتيجي. يمكن احنا اخترنا مواضيع متخصصة في هذا المجال تخص جوانب الصحة وتخص البرلمانات وكيفية استشراف المستقبل فيها، وكذلك نحن الآن نعد لحقيبة تدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجي إن شاء الله بتكون على قنوات التواصل الاجتماعي بطريقة حديثة يستفيد منها الجميع، بحيث يكون هناك تثقيف لأكبر عدد من مواطني دولة الإمارات العربية في هذا المجال. المؤتمر اليوم كان عن استشراف المستقبل، ومؤسسة إمارة الطاقة النووية تعمل في عمل استراتيجيات استشراف المستقبل، والهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجيات لتطوير كادر بشري مواطن فني ذات كفاءة عالية
لإدارة وتشغيل محطات الطاقة النووية. اليوم نسبة التوطين في المؤسسة ما يقارب 60%، ونسبة الشباب في المؤسسة ما يقارب 85%، وأيضا بالنسبة الإناث في المؤسسة ما يقارب 20%. طبعا هذه الأرقام من تطوير كلها في مجال تطوير الكادر البشري للمواطنة. يوجد أيضا مهندسين ومهندسات في براكة يعملون ليل ونهار للتأهيل لتشغيل وصيانة محطات الطاقة النووية باسمية دولة الإمارات. اليوم ينعقد المؤتمر الرابع حق التخطيط الاستراتيجي بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بالتركيز على استشراف المستقبل، ونحاول اليوم من خلال المتحدثين اللي بناهم من القطاع الحكومي والقطاع الخاص إن يبينون العلاقة ما بين استشراف المستقبل وما بين التخطيط الاستراتيجي. والكل يعرف أن التخطيط الاستراتيجي هو علم في دولة الإمارات من زمان نستخدمه، لكن اليوم يمكن نبغي نمتد في التخطيط الاستراتيجي إن نستشرف إلى سنوات قادمة. ولا ننسى أن إحنا اليوم في دولة الإمارات أطلقنا قبل فترة مئوية الإمارات 2071، ونتمنى أن إن شاء الله جمعية التخطيط الاستراتيجي يكون لها دور في دعم الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الوصول إلى هذه المئوية وإلى أي استشراف للمستقبل. أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع اليابان في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال لقاء سموه الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان في طوكيو اليوم والوفد المرافق. نقل سموه خلال اللقاء للأمير ناروهيتو تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وتمنياتها لليابان وشعبها دوام التقدم والازدهار. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وآليات دعمها وتعزيزها في شتى المجالات. كما استقبل معالي سينزو أبي رئيس وزراء اليابان اليوم في طوكيو سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق. وأكد سموه بأن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان راسخة، وهناك حرص مستمر على تعزيزها في شتى المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين. جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى اليابان بحث علاقات التعاون والصداقة بين دولة الإمارات واليابان في كافة المجالات. وفي إطار زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى اليابان، التقى سموه كل من معالي هيروشيجي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ومعالي أوروكازو مانسولو وزير التربية والثقافة والعلوم والتكنولوجيا الوزير المسؤول عن إعادة بناء التعليم في اليابان. حضر اللقاءين معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم وسعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان. أصدر صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016، والذي تضمن أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بفئات المتعاملين وجهات العمل المسجلة لدى الصندوق وتطورها خلال 3 أعوام الماضية. في هذا السياق قال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات في كلمته الافتتاحية للتقرير، قال إن البيانات الوظيفية للمواطنين العاملين في إمارة أبوظبي تعد أحد المدخلات الأساسية لاتخاذ القرار من قبل القيادة ورسم الخطط المستقبلية الخاصة بالقوى العاملة في الإمارة. تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم صباح اليوم أعمال دورة 3 لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، والتي ينظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تحت شعار العمل الخيري نماء للاقتصاد الإسلامي. كما ويستمر لمدة 2 يوم في فندق الانتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي. واستهل حفل الافتتاح بسلام الوطني لدولة الإمارات وتلاوة عطرة من الذكر الحكيم وعرض فيلم قصير بين للحضور مجالات الاقتصاد الإسلامي التي عالجها المنتدى منذ انبثاقه وجهود الدائرة في دعم استراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
إلى اليمن، إذ تمكنت قوات الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف من استعادة أبراج الاتصالات الخاصة بمعسكر خالد بن الوليد غرب تعز في اليمن بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل في سياق التقرير التالي. لا تكاد تستفيق صفوف الميليشيات الحوثية وصالح الانقلابية حتى تعود في سبات عميق خوفا من ضربات موجعة جديدة كهذه، حيث ذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن مدفعية الجيش الوطني التابع للقطاع الأول باللواء 22 ميكا بالجبهة الشرقية من محافظة تعز دمرت عربة مدرعة تابعة للميليشيا الانقلابية بالقرب من معسكر التشريفات، مشيرة إلى أن نيران الجيش الوطني استهدفت أحد قناصة الميليشيا قرب بوابة التشريفات وأردته قتيلا. كما قصفت قوات الجيش بالمدفعية مصادر النيران في تبة السلال وتبة التركي خلف معسكر الأمن المركزي وتبة سوفتيل، ونجحت في إسكاتها بعد أن كانت الميليشيا تقصف منها الأحياء السكنية بالجبهة الشرقية. وفي محافظة صعدة تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة البقع من استعادة جبال سلاطح بشكل كلي شمال المحافظة بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة مع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. كما شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع الانقلابيين في البقع ما أسفر عن استعادة جبال سلاطح ومصرع وإصابة العشرات من الميليشيا بجراح، ولاذ آخرون بالفرار تاركين خلفهم كميات من الأسلحة والمعدات. مديرية موزع غرب تعز شهدت انهيارات كبيرة في صفوف الانقلابيين ومقتل 8 مسلحين في المواجهات بينهم قيادات حوثية، فيما ألحقت كتيبة من أبناء مديرية الوازعية بالجيش الوطني والتحالف في شرق المخا في إطار التحضيرات لعملية عسكرية واسعة. تلك الكتيبة التي تضم عسكريين خدموا في معسكر خالد بن الوليد والذين سيتولون مهمة تحديد المخابئ وتطهير المعسكر من الألغام. وكانت مقاتلات التحالف العربي قد دمرت تعزيزات للانقلابيين كانت في طريقها إلى جبهة البقع قادمة من مركز محافظة صعدة، ما أدى إلى مصرع وجرح أكثر من 60 مسلحا تابعا للميليشيا الانقلابية. فإحباط مخططات إرهابية ومصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق اليمنية، ومداهمات استباقية لأوكار إرهابية، كلها خطوات جلية لتحقيق السيطرة على المناطق اليمنية بأسرها. أيمن مصبح، قناة الظفرة. وفي الشأن ذاته، صادرت ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية أدوية ومستلزمات الغسيل الكلوي الخاصة بمستشفى ثورة التعليمي في محافظة تعز في جريمة تهدد حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي في المحافظة. ونقلت أحدى الوكالات اليمنية الرسمية عن إدارة هيئة مستشفى الثورة التعليمي في بيانها الليلة أو في بيان لها الليلة الماضية، نقلت بأن استمرار مثل هذه الممارسات لا مسؤولة تنذر بكارثة صحية تتسبب بتوقف مركز الغسيل الكلوي في المستشفى عن العمل، والذي ستكون نتيجته وفاة مئات الحالات من مرضى الفشل الكلوي المزمن. وبالعودة للشأن المحلي، احتفلت القيادة العامة للقوة المسلحة اليوم بتخريج الدفعة السابعة من منتسبي الخدمة الوطنية بعد انتهاء فترة التدريب الأساسي التي استمرت 4 أشهر في مختلف مراكز التدريب. ينتقل بعدها المجندون إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التدريب التخصصي التي يتوزعون فيها على الوحدات المختلفة ففي معسكر سيح اللحمة بمدينة العين، احتفلت القوات المسلحة بمناسبة تخريج الدفعة السابعة من مجندي الخدمة الوطنية. ألقى خلالها قائد المعسكر كلمة أشار فيها إلى أن المجندين تلقوا التدريبات والتمارين النظرية والعلمية والتي تم من خلالها تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لمنهاج تدريبي محدد بمعلومات أساسية أدت إلى صقل وتهيئة المتدرب جسدياً وعقلياً ومعنوياً، وساهمت أيضاً في تحويل حياته المدنية إلى حياة عسكرية.
تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان بجهود أفراد إدارة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على عصابة من 5 أشخاص من الجنسية الأفريقية بتهمة السرقة. وفي هذا الصدد قال السعادة العقيد عبد الله سيف المطروشي نائب مدير الإدارة العامة للعمليات الشرطية، قال إنه بعد قيام فريق التحريات بالبحث والتحري المكثف وجمع الأدلة تم تحديد هوية الجنات ونوع المركبة المستخدمة في عملية السرقة، حيث قام الفريق بإعداد كمين تمكن من خلاله من القبض على الجنات بعد أن أبدوا مقاومة عنيفة، وتم إحالة ملف القضية والمتهمين إلى النيابة العامة. شهد مطار أبو ظبي الدولي عبور ما يزيد عن 6,150,000,000,000 مسافر خلال الربع الأول من العام 2017، مسجلا نموا بنسبة 1.8% في حركة المسافرين مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، والتي وصلت إلى 6,040,000 مسافر، وسجلت كل من لندن وبنكوك وبومبي والدوحة وجدة الوجهات الخمس الأكثر ازدحاما خلال الربع الأول، لتمثل في مجموعها 17.3% من إجمالي حركة المسافرين لهذه الفترة، كما وارتفعت حركة مسافري الترانزيت والتحويل بنسبة 2.1% في الربع الأول. وسجل مبنى المسافرين رقم 3 نمواً بنسبة 28.2% في حركة المسافرين خلال الربع الأول، مع وصول نسبة حركة المسافرين للاتحاد للطيران إلى 76.9% من إجمالي الحركة في مطار العاصمة أبوظبي الدولية. ووصلت أعداد المسافرين إلى 2,032,642 مسافراً في شهر مارس من هذا العام، ليسجل 0.3% نمواً في الحركة بالمقارنة مع شهر مارس 2016، والذي سجل 2,025,842 مسافراً. طاقة وأبوظبي الوطني يدفعان سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع، وأسهم الاستثمار والعقارات تعمق خسائر سوق دبي عند الإغلاق للون الأحمر. نتابع. كما وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة، بنلقاكم على خير بإذن الله.